انا برحب بكم في طار اخبار اليوم وسعداء بنحن نوقع البروتوكول التعاون بين احنا دائما وتحديدا في اخبار اليوم بنسعى ان يبقى عندنا عيون اخرى او رؤى اخرى للحق، لانه الاعلام دلوقتي هو اللي بيقوم بلاد وهو اللي بيقيم بلاد وتنهار بلاد. انا سعيد تحديدا لانه فيه علاقه بيننا وبين وكاله سبوتنيك لنرى رؤية أخرى لأحداث في المناطق الحساسة زي ما أنا وجهة نظري مثلا منطقة البرقان عند البحر الأسود، الصراع في سوريا، نريد أن نرى وجه آخر لما نعتقد أنه حقيقي. وكالة سبوتنيك هي في بدايتها، وهذا شرف كبير تكون في اتفاقية مع مؤسسة كبيرة مؤسسة أخبار اليوم. نحن نريد نستفيد من خبراتكم، نريد نستفيد من معلوماتكم، من كل ما يكتب عندكم، من طريقة عمل، كيف تشتغلون في مصر على تغطية الملفات الكبيرة. كما تعرفون احنا أكبر مكتب في الشرق الأوسط هو مكتب القاهرة،